السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع من مدارس هبة الله. اليوم يا مس بدنا ناخذ الدرس الرابع من الوحدة الثالثة وهو القسمة مع باقي. القسمة مع باقي بحكي لك يا مس استعمل خوارزمية القسمة. يقصد بخوارزمية القسمة هو القسمة الطويلة. نتذكر خطوات القسمة اللي أخذناهم بالدرس السابق. أول إشي نقسم، نضرب، نطرح، نكرر الخطوات في كل منزلة. هلا في عندي أنا هون 85 تقسيم 3، في عندي هون المقسوم، عندي المقسوم عليه، عندي المقسوم بتكون من عدد من منزلتين آحاد عشرات، بدي أقسم على المقسوم عليه اللي هو عدد من منزلة واحدة. شوفوا شو خطوات الحل. 85 تقسيم 3، أول نقطة بدنا نكتبها اللي هي مضاعفات الثلاثة، نكتب مضاعفات الثلاثة اللي هو المقسوم عليه. كتبت المضاعفات 3 كنا بنعرفها. هلا ببلش بالخطوات. أول خطوة نقسم المقسوم على المقسوم عليه. باخذ منزلة العشرات، ما بطلع منزلة الأحد نهائيا، منزلة الأحد ما بطلع عليها، باخذ منزلة العشرات. 8 تقسيم 3، أول خطوة نقسم. 8 تقسيم 3، هل 8 من مضاعفات الثلاث الموجودة عندي؟ ما في عندنا إشي بضربه بالثلاثة بيعطيني 8، مش موجودة. إذا أين تقع 8 هاي الموجودة؟ وين موجودة؟ بين الستة وبين التسعة هون. هاي الحالة يا رابع باخذ المضاعف اللي أقل أو الرقم اللي أقل من 8 اللي هو الستة. الستة عبارة عن أي مضاعف؟ عبارة عن 2 ضرب 3 يساوي 6 اللي هو المضاعف الثاني. 2 هلا الاثنين وين بدي أحطها؟ بدي أحطها بالناتج هون. أخذت المضاعف الثاني حطيته بالناتج. هلا بدي أحط بيناتهم إشارة الضرب بين الناتج والمقسوم عليه. نضرب 2 ضرب 3 6، بحطها تحت 8 وبحط بيناتهم إشارة الناقص. يا رابح هلا نطرح. إذا أول شيء قسمنا المقسوم على المقسوم عليه، ثم ضربنا الناتج بالمقسوم عليه. هلا الخطوة رقم 3 نطرح النواتج. هي حطيت إشارة الطرح. 8 ناقص 6، برافو عليكم 2، أحسنتم. هلا هيك أنا كملت منزلة العشرات. هلا بدي انتقل على منزلة الآحاد اللي هي الخمسة. هلا شو بدي أعمل فيها؟ بدي أنزلها. نكرر الخطوات. بدي أنزل منزلة الآحاد ونكرر الخطوات. شو هم الخطوات؟ نقسم، نضرب، نطرح. 25 تقسيم 3، هل ال 25 من مضاعفات الثلاث؟ هل يوجد بمضاعفات الثلاثة 25؟ إذا لا يوجد. 21، 24، 27، 30، ما في عندي 25. إذا 25 أين تقع؟ تقع بين ال 24 وبين ال 27، هون تقع. هاي الحالة شو بدي آخذ؟ باخذ المضاعف الأقل أو الرقم الأقل اللي هو ال 24. إذا أي مضاعف؟ عبارة عن المضاعف الثامن. 8 ضرب 3 يساوي 24. هاي الحالة بدي آخذ المضاعف الثامن اللي هو 8، بحطه بالناتج. هي 8 حطيته هنا بالناتج. هلا نضرب، نكرر الخطوات، قسمنا ثم نضرب. 8 ضرب 3، برافو عليكم 24. 24 حطيتها تحت ال 25. هلا بدي أحط بيناتهم إشارة الطرح. بدي أطرح، ببلش من هون، ما بحكي 2 ناقص 2، لا من هون ببلش. 5 ناقص 4 1، 2 ناقص 2 0. هلا بدنا نكرر الخطوات. 1 تقسيم 3 لا يجوز. ليش؟ لما يكون الباقي أقل من المقسوم عليه تتوقف القسمة. هذا اسمه الباقي. الباقي 1. لما يكون الباقي أقل من المقسوم عليه، 1 أصغر من 3 تتوقف القسمة. الناتج طلع معي 28. إذا طلع عندي الناتج 28، الباقي 1. لما يكون الباقي أقل من المقسوم عليه تتوقف القسمة. تتوقف القسمة. هلا أنا رابع بدي آخذ التحقق من صحة الحل. التحقق من صحة الحل. التحقق من صحة الحل، الناتج ضرب المقسوم عليه زائد الباقي يساوي المقسوم. تمام؟ هلا الناتج كم طلع معنا الناتج؟ اللي هو 28، هي بدي اكتبه بالاسود. 28 بدي احل عمودي. ضرب المقسوم عليه 3، ضرب 3.
ثلاثة ضرب ثمانية أربعة وعشرين، اثنين باليد. ثلاثة ضرب اثنين ستة، زائد اثنين ثمانية. برافو عليكم، ثمانية، أحسنتم. هلا أربعة وثمانين، وهون عندي المقسوم خمسة وثمانين. طيب في عندي إيش اسم الباقي؟ زائد الباقي، الناتج ضرب المقسوم عليه زائد الباقي. هلا بدي أجمع مع الباقي، الباقي كم طلع معانا؟ زائد واحد، زائد واحد. هلا بدنا نجمع، أربعة زائد واحد خمسة، والثمانية بتنزل، إذا طلع معاي المقسوم يساوي المقسوم اللي هو 85. إذا أنا حلي صحيح 100%، إذا حلنا صح. لما أنا ضربت الناتج ضرب المقسوم عليه جمعت مع الباقي طلع معاي المقسوم. 3 ضرب 8 24، 3 ضرب 2 6، زائد 2 8. جمعت معاهم الباقي، باقي واحد، طلع الناتج معي 85، إذا يساوي المقسوم اللي هو 85. حطيت هاي يا رابع الملاحظة المهمة اللي هي عندما يكون، هي الملاحظة هاي انتبهي لها، عندما يكون الباقي أصغر أو أقل من المقسوم عليه تتوقف القسمة. ثبتها عندك يا رابع، تمام يا أمي؟ هلا بدنا ننتقل لهذا المثال الرابع. جد ناتج ما يلي 164 تقسيم 5، عدد من ثلاث منازل، آحاد، عشرات، مئات. هلا المقسوم 164 تقسيم المقسوم عليه اللي هو 5. شو خطوات الحل؟ أول شيء كتبنا مضاعفات الخمسة جهزناها. نقوم بالقسمة، نقسم المقسوم على المقسوم عليه. الآحاد والعشرات ما بطلع عليهم نهائيا، بخبيهم، ما بطلع عليهم هيك، بخبيهم ما بطلع عليهم نهائيا. ببلش بالواحد، واحد تقسيم خمسة يجوز لما يكون المقسوم أقل من المقسوم عليه في منزلة المئات لا يجوز القسمة. نأخذ الرقم اللي وراء اللي هو الستة. هلا باخذ الستاعش لأنه واحد تقسيم خمسة لا يجوز. ستاعش تقسيم خمسة، هل الستاعش من مضاعفات الخمسة؟ باجي بطلع على المضاعفات، في عنا ستاعش، في إشي بضربه بالخمسة بعطيني ستاعش؟ ما في. إذا أين تقع الستاعش؟ تقع الستاعش بين الخمستاعش والعشرين، هون هي الستاعش. باخذ المضاعف الأقل اللي هو الخمستاعش. الخمستاعش عبارة عن إيش يا رابع؟ عبارة عن ثلاثة ضرب خمسة يساوي خمستاعش. إذا هي المضاعف الثالث، هي المضاعف الثالث، هي مضاعف الثالث. هلا بحط الناتج هون، ثلاثة ضرب خمسة، بحط بيناتهم إشارة الضرب، الخطوة رقم اثنين نضرب، ثلاثة ضرب خمسة خمستاعش. هلا نطرح، بدنا نطرح النواتج، نطرح ستة ناقص خمسة واحد، واحد ناقص واحد صفر. كملت من منزلة المئات ومنزلة العشرات، هلا ظلت عندي منزلة الآحاد اللي هي الأربعة، شو بدي أعمل فيها؟ بدي أنزلها، بسحبها وبنزلها. صار عندي هون 14، هلا نكرر الخطوات. 14 تقسيم 5، هل ال 14 من مضاعفات الخمسة؟ بتطلع ما في عنا. هل أين تقع ال 14؟ تقع ال 14 بين العشرة وال 15، هون تقع هي ال 14. إذا أي مضاعف بدي آخذ؟ المضاعف الثاني اللي هو 2 ضرب 5 يساوي 10، لأنه العشرة أقل من ال 14، فباخذ المضاعف الثاني اللي هو 2، هي بحطه بالناتج. 2 ضرب 5 10. هلا بدي اطرح النواتج، بحط إشارة الناقص. 4 ناقص 0 4، 1 ناقص 1 0، والصفر بينزل. هلا 4 أقل من المقسوم عليه، إذا تتوقف القسمة. هذا اسمه الباقي، ظهر معانا الباقي، والباقي أقل من المقسوم عليه، إذا تتوقف القسمة زي ما اتفقنا. بدنا نتحقق من صحة الحل. التحقق، حكينا الناتج 32 ضرب المقسوم عليه اللي هو الخمسة، خمسة ضرب 2 10، واحد في اليد، خمسة ضرب 3 15، زائد 1 16، زائد الباقي، الباقي كم طلع معنا يا رابع؟ أربعة، أحسنتم، زائد أربعة، بحطها تحت الآحاد. هلا نجمع،
صفر زائد أربعة أربعة، ستة بتنزل، الواحد بنزل، إذا يساوي المقسوم. إذا حلي أنا صحيح، حلنا صحيح، 164 يساوي 164 اللي هو المقسوم.